سلام بنات، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، فرحانين في الحياه ديالكم. والفيديو ديال اليوم بغيت ندير لكم واحد الماسك زوين 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 بزاف وسهل سهل سهل بزاف. انا عارفه بزاف ديال البنات ومنهم انا اللي كنعكزو باش نديرو هذوك الماسكات اللي خصك تخلطي وتطحني وما شنو. اليوم جبت لكم واحد الماسك سهل ماهل، يعني انا غنوريه لكم دابا، ما غاديش تحتاجوا تشريو الماسكات اللي هما دابا ولاو مشهورين في اي محل في اي بلاصه كيبيعوهم. هذا الماسك ديال لافوكا، هذا ماسك ديال ما عرفت شنو، هذا ماسك ما عرفت شنو، يعني غاد من دابا ان شاء الله غادي توليو ما تحتاجوش تشريوهم، وحتى هما ما صعابينش في الاستعمال وغادي يكونوا ناتورال 100%. ومن هنا يعني الا كنتي مهكازه في هذا الشيء ما كيعجبكش ديري لي ماسك وهذاك الشيء بحالي، اليوم لقيت لك الحل ولقيتو حتى ليا انا. كما كتشوفوا لهذا الماسك ما غاديش نحتاجو بزاف ديال الحاجات. انا خديت هنايا الخيار وطحنته، يعني حكيته ولا تقدروا تطحنوه باش نخرجوا منه هذاك الماء ديالو. وهنايا خديت الفريز اللي هو الفراوله، بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش الاسم ديالو، هو الخيار هو هذا، ما عرفتش اسم سميتو باللغه العربيه، البنات اللي كنتو عارفين قولوها ليا لتحت. والفراوله ديالنا هنايا حكيت فراوله كبيره وحده هنايا، وهنايا تقريبا نص الخيار. والخيار كتعرفوا الفوائد ديالو للبشره، والفريز ده هو كيفتح البشره بسرعه هائله اللي تبعتوه وصافي. وهنايا السر في هذا الماسك هو اننا غادي نحتاجوا لهاد الحاجات، وهاد الحاجات ما عرفت بزاف بكم ما غيكونوش عارفينهم، من حقاش حتى انا ما كنت عارفاهم. انا غنوريكم دابا الطريقه ديال الاستعمال. وغادي نحتاجوا المورد ضروري من المورد، يعني المورد عندكم في الدار وصافي. اش غادي نديروا هنايا؟ غادي نضيفوا المورد ديالنا في هاد الاناءات ديالنا، وانا غادي نوريكم كيفاش غادي نصاوب. غادي نضيف هنايا مورد كما كتشوفوا، نحاول ندير قياس شويه قليل هنا كثرت لان باش نوريكم. غادي نخلط هاد الخليط ديالي وغادي نخليه واحد الخمس دقائق حتى يدير حتى ينسجم مع بعضياتو المورد وهاد الخضره ولا الفاكهه ديالنا. تقدروا ديروا اي فاكهه حبيتو، اي فاكهه عندكم، يعني جميع الفواكه مفيده للبشره ولا الخضر. يعني اللي كانت كتعجبك شي فاكهه محدده تقدر ديريها، ليمون، تقدروا ديروا اي فاكهه. ودابا غادي نضيف هاد الحاجه وانتم غادي تشوفوك غادي تولي. غنضيف هذه هنايا وشوفوا اشنو هو. شوفوا شوفوا شوفوا، صراحة انا من درتها اول مره بقيت يعني كنستغرب الطريقه، يعني سبحان الله، يعني دارها بواحد الطريقه يعني عجيبه وزوينه بزاف. كما كتشوفوا هذا الماسك تيتفتح بوحدو. انا في الاول فاش خديت هذا الماسكات كان كيسحب ليا، غيخصني نديرو وغيخصني نبقى نضرب معاه باش يتفتح، برو كما شفتو تفتح راسو. وكنت كندير الماء بزاف ولا المورد بزاف غادي تفتح اكثر بسرعه اكثر، ولكن انا بغيت نقللو باش نقدروا ناخذوا هذاك الماسك يكون مكونسونطري، يعني جهز جميع الفائده اللي كاين في الخضر ديالنا. وكيما غادي تشوفوا دابا ملي غادي نفتحوك غادي يولي على شكل ماسك بحال اللي كنشريو من المحلات، ولكن هذا الماسك غادي يكون يعني ناتورال، حنا مصاوبينه بالفاكهه اللي حنا بغينا. انا غادي نوري لكم دابا، شفتوا ها هو بلاصه العينين بلاصه النيف وبلاصه الفم. صراحه زوينين زوينين بزاف هاد لي ماسك، انا جربتهم عاد باش هضرت لكم عليهم باش عجبوني. كيتحلوا بسرعه، يعني ما كتبقايش ما كتحتاجيش تبقاي يعني مده طويله باش تفتحيهم، كيتفتحوا بسرعه كيف ما شفتوا. هما الصراحه زوينين بزاف وصافي البنات. وغادي توضعوهم على الوجه ديالكم، خصوصا دابا جاي فصل الصيف، غادي ينفعوكم بزاف بزاف هاد لي ماسك، لحقاش كما قلت لكم ساهلين في الاستعمال وغادي يبردوا لنا البشره ديالنا، غادي نستافدوا منهم بزاف وما غاديش نحتاجوا يعني الوقت كبير باش نوجدوا هاد الشيء. يعني ساهل ماهل، اي خضره عندك في الدار عارفه ديك فيها الفيتامين اللي غادي يقدر يفيدك البشره، غادي تحكيها وغادي تضيفي لها الماسك ديالك وصافي، وتخليها تبرد شويه في الثلاجه باش تبردي الوجه ديالك. غادي يجيب لي هاد الماسك روعه 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 روعه. الى عجبتكم هذه الفكره وما عمركم شفتوها ديروا لايك في الفيديو ما تنساوش، واي حاجه ما فهمتوهاش قولوها ليا في التعليقات غادي نشرحها لكم. وحاجه وحده ما شرحتهاش لكم هو انني هادو خديتهم بحال هكذا، خديت 15 الحاجه نحبه كيجيو بحال هكذا كما شفتو، استعملت وحده البارح عاد باش درت لكم دابا عندي جوج. كنت خديتهم انا واحد سيت شينوا، تقدروا تلقاوهم في لي سيت شينوا، ان شاء الله نخلي لكم الى كنتو مهتمين في لا باغ دامفو هذيك البلاصه منين تاخذوه الا بغيتو، رخيص بزاف. كنظن خديتو بجوج اورو ولا ما عرفت اورو 50 ان شاء الله، ملي غنتاكد غادي نكتب لكم الثمن باش خديتو وحتى البلاصه. يمكن خديتو من علي اكسبريس
وغادي نكتب لكم البلاصه ديال اللي منين خديتو في خريطة الوصف. وصافي البنات كنتمنى دوزو نهار زوين، كنبغيكم بزاف 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 بزاف، وحتى الفيديو ما جي ان شاء الله. باي باي.